السلام ورحمة الله، مرحبا بكم ونشكركم على الحوارين. الله يسلمك وصحة رمضانكم، وكل عام وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. انا خويا من انا عندي خويا التوام تاعي لينا نصومو كيف كيف، صام هو نهار قبلي، انا هذاك النهار ما قدرتش نصومو. ابري كان في عمرنا غير 7 سنين ولا هكذاك ملي بدينا نقراو. لا لا لا، حنا كي تصوم يديروا شغل هكا في العاده تاعنا، يديروا يا ربي وسمع هذيك صبرت. لا لا شغل شربات، ماشي شربات، هذيك هكا يديروا فيها عفسه خاتم ولا حاجه. بالك كنت صغير قبل كنت نقول لهم راني نصوم والعجوز تعطيني ناكل برا، نروح لهم نقول لهم راني صايم. وي كنت ندير هادي نوض صباح وين نرقد، يعني نصلي الفجر يعني وابري نرقد، نوض يعني زوج ولا مور الظهر نصلي، موراها يعني نريح شويه، نعاون العجوز شويه كي نكون معاها يعني في الدار، نعاونها يعني نحط معاها. كي أدى الفجر نصلي الفجر ونرقد، ابري نوض لوحدها مور الظهر ولا الوقت. يعني احنا كي نوطرينيو في الليل يعني نزيد نرقد شويه، وكي نوطرينيو مع العشيه نوض بكري شويه باش بون بعد الفطور خير، باسكو كي تكون جوار يعني تحقق يعني الانرجي، كي تكون صايم يعني وين تتاثر شويه يعني في لي زونطرينمون بون. لكن في شهر رمضان يعني توجور يعني الواحد لازم شهر رمضان ولا بلا رمضان وين يقرا القران، باسكو انا الام تاعي كيما نقولوا حنا وحدنا في الدار، انا وخويا دركا وين انا نصوم معاه، انا وخويا خوتي الاخرين ما كاشهم، وزيد ما عندهاش البنات كيما نقولوا. سي بور سا قلت لك انا وين انايا وخويا اللي نعاونوها في الدار نحطوا معاها، وزيد هي كبيره وتاع هي، سي بور سا انا معاها. بيان سور حنا ماذا بينا يعني كاع لي ماتش نلعبوهم في الليل، باسكو كي تشوف لي ماتش يعني لعبنا يعني في السنوات الماضيه لعبنا 3 هذيك، تكمل الماتش ما يجي يوصل المغرب تحس روحك ما تجي تكمل هذاك النهار بالسيف يعني. ونتمناو ان شاء الله يعني هذا العام يكونوا كاع لي ماتش يعني في الليل مور يعني مور الفطور ان شاء الله، باش اللاعب مام اللاعب يقدم يعني يقدم مستوى مليح ويكون في المستوى. العطش يعني تعطش بزاف كي تكون تلعب، سيرتو كي تلعب ماتش يعني تلعب زعما على 3 والاذان ياذن على 8 ولا. جاتنا سيفري، جاتنا بريباراسيون في رمضان وين يعني حقيقة يعني اللاعب يسوفري يعني في رمضان في لابريباراسيون، وين كنا من داك نونطرينيو صباح وعشية، من داك تسمى تعيا بزاف في رمضان. الحمد لله يعني هذا الوقت بيان سور كي تشوف هذه الكليمة تاع هذا العام، وين الحمد لله ربي يعني كرمنا يعني وانا نجوز في رمضان يعني في هذه الكليمة، وين الحمد لله الناس يعني كي تحس يعني ما تحسلوش كاع النهار تاع رمضان كيفاش يجوز. بون رمضان ما يغلبنيش كاع انايا نورمال، شغل ما نحسش يعني بالنهار، تشري هذوك الصقايط قلب اللوز لابيه الحفايس اللي تحبهم كذا، ما تسحق العجوز ولا نشري لها ما عنديش حاجه زعما كان حبها ولا نورمال زعما واش جا ناكل انا شربات على العجوز لازم في رمضان الحمله حلو فيها الحمله حلو فيها. كي تكون يعني جوار باينه لازم تميتريزي روحك في الماكله، وين لازم تحافظ يعني لازم تحافظ على روحك يعني ما تاكلش ما تشربش الغازوز ما تاكلش لي سكريري بزاف، وين تعرف كيفاش تجيري الماكله تاعك سيرتو كي رانا في يعني رانا في مازالنا يعني في المنافسه في البطوله ومازال عندنا مباريات. توجو يعني مام البارح يعني وين رحت صليت التراويح، وين طلعت معايا يما صليت التراويح ولينا يعني شاك رمضان هكذا يعني نروحوا كيف كيف نصلوا التراويح. الصباري ديالي يعني مور التراويح تبدا وين نطلع نريح شويه مع ولاد حومه، نريح وانا قصارين ابري بالك كاين تورنوا نشوفوا شويه لي ماتش تعرف لي تورنوا في رمضان كذا، وين انا ما نقدرش نلعب يعني باسكو رانا مازلنا في البطوله، نروح نشوف شويه وعبري نولي للدار راني مريح مع خاوتي نقصر نلعبوا بلاي. حاجه اللي تميزها يعني تحس يعني ببنه رمضان، هذيك تحس ببنه رمضان في كارتي بوبيلار. بار كونتر بلايص واحد اخرين بالك ما الحاجه اللي تميزه يعني وين تصيب يعني تصيب الناس في الليل تصيبهم مريحين سهرانين، الناس تلعب دومين، الناس تلعب كارطه.
10 على 10 يعني داروا يعني حاجه وين حاجه مليحه بزاف يعني، وضحكت الشعب الجزائري. صالح وقروت كي كان صالح وقروت يعني صالح وقروت وحده غير تشوف فيه تضحك ديجا. هيا ان شاء الله ندعو له ربي يشافيه ان شاء الله ويرجع لنا معافى ان شاء الله. بون سيتياسيون يعني رمضان يعني اللي جوزته صعيب بزاف وين في تونس، وين كنت في تونس وين جوزنا رمضان وين كان كونفينمون، وين جوزنا هذاك رمضان يعني ما كانش زعما كنا وحدنا كيما نقولوا كونفينمون لي فرونتيير مغلوقين. الحمد لله اللي ربي فد علينا هذا الوباء وبعد علينا هذا المرض، ومازال يعني ما نقولش هذا هو الدماغ الحقيقي، وين مازال ان شاء الله هذا كيما نقولوا هذا هو البدايه برك ان شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقني ان شاء الله وين نقدم مردود احسن من هذا اللي راني فيه. بون كلمه للشعب الجزائري نقول لهم صحه رمضانكم، نقول لهم تصوموا بصحه ولهنا ان شاء الله، وانصار شباب القبائل نحييهم بهذه المناسبه ونقول لهم كونوا معنا الى اخر جوله ان شاء الله.